قلبي. الدنيا الصبح عندي صباح الخير. بدي اعمل لكم حلا الاوريو. بده اوريو بس انا ما عندي جبنة من 5 لـ 6 علب اوريو اللي فيها 6 حبات، انا ما عندي الا هدول. في عندي هذا من بسكوتات الاولاد، فاي بسكوت انتم بتحبوه بمشي الحال. بسكوت اوريو عندي 2 كاسات بسكوت مطحون او 200 جرام، يعني وزنتهم هدول 200 جرام لانه خفيف ما بوزن كتير. 1 كاسة سميد، 1 كاسة حليب باودر، 1 علبة قشطة، 1 علبة حليب مكثف محلى. رح نسوي شغلة طيبة كتير. اول شي 2 كاسات البسكت رح احطهم هون، ورح اخذ 1 كاسة السميد واحمصها على الغاز وبضيفها على البسكوت، وبعد ما اخلص تحميصها بحمص الحليب وبضيفها على البسكوت وبرجع لكم. انا حميت المقلاية كتير منيح، وهي حاطة عالي النار لا يحمى، يبلش بده ياخذ لون بوطي، وعلى الواطي بتضلكوا تقلبوا ايدكم هيك فيه، ما توقفوا. ماشي، انا مستمره بالتحريك. شوفوا كيف بلش ياخذ لون، هاي طلعوا، هاي شايفين؟ ما تفكروا هيك انحرق، بس خلوا ايدكم فيه اوكي، لانه لما بتحمى المقلاية كتير منيح بتبلش تاخذ لون اصفر. بستنى شوي، وهي شايفين؟ وقلبوا لا يصير لونه اشقر. تمام، شايفين لاي مرحلة وصلت؟ صار لونه ذهبي قريب من لون البسكت. بنحطه فوق البسكت، راح احطه انا قدام الاي سي اوكي. وهلا راح احط هون 1 كاسة الحليب الباودر، احمصها نفس الشيء اوكي. شايفين الحليب؟ شوفوا كيف بيعطي هيك اللون البني هذا، ما تفكرون حرق، لا ضلوا قلبوا قلبوا، لا تخافوا قووا قلبكم، بس ايدكم ما تنقام منه، يعني حليب ما بياخذ وقت، وبالذات انه المقلاية اوريدي سخنة اوكي. فهي بدي اياه لا يصير ذهبي، ريحته بتجنن لما بيتحمص، بس لا تخافوا انه عم ينحرق هيك، لا بس خلوا ايدكم فيه، بتوزع الحام على كل الحبات وبتصير شقرة هيك. كمان خلصت الحليب الباودر، شوفوا كيف ذهبي اشقر، شايفين؟ بحطه هلا ببردهم شوي وبننتقل للشغل. هيك بعد ما بردته شوي صغيرة، الحليب بيعطيكم طعم الكراميل او ريحة الكراميل لما بتحمسوه. هي قلبتهم انا مع بعض وبردوا شوي صغيرة، راح افتح علبة القشطة 170 جرام اوكي، احطها فوق وراح اخلط القشطة كتير منيح، وبعدين راح افتح السويتنج ميلك هذا اوكي. راح احتاج يمكن 1/2 لـ 3/4 العلبة، فانا راح احط شوي صغيرة هلا، المهم تطلع معنا عجينة نقدر نشكلها اوكي. هاي تركتها بس يعني 5 دقايق تتماسك يتشرب شوي، هاي شايفين صار زي عجينة، بس اهم شي وانتو بتشتغلوا تغطوها لانها بتنشف اوكي. الحليب المكثف شايفين 3/4 العلبة بس، بس انتو طولوا بالكم ما تحطوا وتشوفوها ناشفة، لا كل ما حركتوا بتتماسك بعدين بتصير ستيكي، اذا صارت هيك بتلزق اتركوها ترتاح شوي. هلا اهم شي انه العجين لما بتعملوا هيك ما بتتشقق، عرفتوا؟ خدوا الكمية المناسبة هيك، تاخدوا حبات الاوريو وبتغلفوها فيها، يعني بدها طولة بال شوي اوكي هيك، لا تزبطوها وتشكلوا الحبة تمام التمام، عرفتوا هيك؟ فانا رح اضبطها مزبوط وارجع لكم. هاي زيادة هيتها، شايفين كيف؟ يعني حاولوا تخلوا الطبقة اللي فوق مثل الطبقة اللي تحت سمكها، يعني حسيت اشياء زيادة مثلا هيك، ها بقيمها اوكي. بس حاولوا انتو يعني تخلوها مدورة منيح
هيك ومرتب شكلها. اوكي هاي هيك صارت جاهزة. بنحطها ايش؟ لتبرد تتمعسك. واطيب تحطوها بالثلاجة لانه اطيب كل ما قعدت تطرى حبات الاوريو بتصير بتدوب بالتم دوبان. بتصير كتير طيبة. انا رح اكمل كل الحبات، شايفين انتو كيف رح اكمل كل الحبات وارجع لكم. انا تقريبا خلصت، بس حبيت افرجيكم انه بحط ايدي بالحليب قاعدة. اوكي وهيك برق هاي كتيرة، حتى برقها بايدي هيك. اوكي وبحط البسكت والجلافز كتير بتساعد، كتير كتير مو شوي. اوكي لانه بتناعم، شوفوا الحبات كيف تطلع ناعمة. اوكي حاولوا انتو بجلافز، في الايد رح تلزق. يعني انا يعني ما بقدر استغني عن الجلافز ابدا، بس حاولت امسكها بايدي اشوف طلعت بتلزق بالايد، فبدكوا تضلكوا الجلافز بتنعم وبتصير شايني، عرفتوا؟ بس هيك خلص كل المقدار. حاولت اعمل على وحده مستطيل صعب، على المدور كتير اسهل. اوكي حتى العجين اللي برا هاي بتقدروا تعملوها مثل الكرات وتعملوا ديب بالشوكولات، يعني تغرفوها بالشوكولاته كمان طيبه، وبدون شوكولاته كمان طيبه. بتقدروا تقدموها يعني مع الورق اللي تحت الشوكولات اللي بنحط الصغير زي تاع الكب كيك، كمان حلو التقديم فيها. هيك خلصت المقدار، زوقتهم ذوبت خياته، ذوبت سنتين شوكولات ابيض وحطيته في البايبينج باغ. حطوا كيس فريزر عادي اذا ما عندكم، وراح استنى عليهم شوي. كتير اطيب بس يطروا، بيطلعوا بفتوا فت البسكوتات، فانا راح اتركهم شوي صغيره نفس الوقت تبرد الشوكولات اللي فوق لساتها سخنه. سيحت الشوكولات مع معلقه زيت على حمام مائي لصارت هيك. شو رايكم بهيك سويت؟ شوفوا ما احلى هالمنظر، شو رايكم فيه؟ شايفين قديش حلوين؟ شوفوا